المؤلفة المبدعة أستاذة أماني الجنس، مرحب بيكي معانا على فانشو. أهلا ساشا. التجربة دي تعتبر دي التجربة الثانية مع أستاذة عثمان أبو مسعود. احكي لنا عن كواليس التعامل معاه، هل مثلا هو بيتدخل في الشغل في الكتابة؟ أستاذ عثمان أبو لبن رجل محترم جدا وأستاذي، وبسطت جدا معاه في فيلم قصة حب، ولما عرضت عليه توأم روحي عجبه جدا وبدأنا نشتغل فيه على طول بدون تفكير، على طول اشتغلنا لأن هو فيلم حلو قوي. انتوا واخدين لاين الجزء اللي مش مذكور قوي في السينما المصرية اللي هو الجزء الرومانسي. بصي هو مش بس رومانسي، احنا بنعمل حاجة اكشن سواء انا وهو برضو، بس احنا بنحاول نعمل حاجة مختلفة بس مش اكتر يعني. جميل. احكي لنا وانت بتكتبي الفيلم كنت شايفة ان الادوار اللي انت اختاروها الممثلين هي دي الادوار المناسبة ليهم؟ انا بعد ما خلصت لقيت ان هم فعلا كان لايق عليهم قوي الادوار. تمام. دي تالت تجربة ليكي في الكتابة، يعني عملتي بين بحرين وعملتي قصة حب، والاثنين ما شاء الله يعني نجحوا واثروا في السينما المصرية. انت شايفة الفيلم وهو نازل في الوقت ده شايفة ان هو فيه مخاطرة شوية ان هو ينزل؟ والله ان شاء الله مش هيبقى فيها مخاطرة ولا حاجة، وربنا يسهل وان شاء الله الناس تحب الفيلم وتنزل تتفرج عليه. طب يعني لو كان اتعرض ان هو كان ينزل على منصة الاول بعد كده زي ما حصل في فيلم صاحب المقام، كان هيبقى احسن ولا ان هو ينزل على السينما؟ والله انا ما بفهمش قوي في الانتاج، فالحاجات دي ممكن تسالي فيها حاج احمد. طب ده يعتبر اول تجربة مع استاذ احمد الصبح، ايه التعامل معاه؟ انا راجل محترم جدا، راجل فنان، انا بحترمه وبوجه له شكر وتحيه كتير قوي. كان بيقول ان هو بيعترض ان هو بيتدخل في الكتابه، بيتدخل في الشغل. ما اتدخلش في الكتابه خالص، انا من اول ما حكيت له القصه لغايه ما خلصنا راجل منتج هاي، منتج فنان. انت يعني حضرتك دورك بينتهي من بعد كتابه السكريبت وبتسلميه ولا بتفضلي مع التصوير؟ احيانا بتحصل حاجات عشان في اللوكيشن بنحتاج نغير كلام او نغير حاجه عشان اللوكيشن مش مناسب، هنعمل حاجه تانية، فلا بفضل لغايه اخر حاجه. والله اول ما كورونا جت والتصوير وقف دي من اصعب اللحظات يعني. عشان خاطر الاعصار والكورونا. دي اصعب اللحظات اللي مرت عليك. طبعا. لو في التعامل مع الممثلين كل واحد كان مثلا ليه اعتراض على حاجه؟ لا خالص، ناس هايله وبروفيشنال جدا وبيشتغلوا بطريقه هايله جدا وعملوا في ادوارهم كل ممتاز. شكرا ليكي جدا.